يو الاخوان عاوتاني جديدة. يو الاخوان مرحبا بكم في فيديو جديد تركيلة جديدة نهار جديد. اليوم نزرو ويلا هذه هي البلاصه فين بت عند سيداتي. واحد السيد الله يعمر ليه الدار بيتني في داره وتعشيت معاه دوزت معاه النهار مشينا للعوينه. المهم كان واحد النهار البارح زوين واعر بزاف والحمد لله. احنا دابا في النهار اللي موراه ان شاء الله طرق العيون ندير وقيله طانطان الى كتاب نوصل ليه اليوم قبل ما كتبش. راه نوقف شي بلاصه. هاد البلاصه هادي سميتها زراويله وانا دابا غنخرج من زراويله. يلا نخرج من زراويله. انا الاخوان خرجت من زراويله من ديك الفيلاج شاد دابا الطريق مع سيدي عاوتاني شي كيمكسل الطريق اصاحبي. صراحه انا الريحه صاحبي كي الصباح كي العشيه كيكون في جيت الجبال جيت الاطلس كان تيكون غير بالعشيه حتى تضرب ديك الشجونات بحال هكا. هنا تيبدا صاحبي من الصباح الريح باش هادي تجي اونفاس معايا ولا تنتخايل. كاينه طريق اخرى لهيا تحملي واش كيجي نقول لي هادي كتدي وتتجي. سير عبد انا وصلت دابا لواحد القهوة صغيرة قبل من نهار اصوم ليه شارجي فيها شوية ونفطر عاد نزيد. هذا هو الغلط اللي درت ما هزش معايا خبز المسائل خصني نشري داكشي في الطريق. راه غلط رسوم لي رسوم لي. اين ربع انت حكيتها ليا انت بعد ما فت ديك القهوة وصلت لهنا بان لي هذا شوية هنايا زوين تيضرب فيه الريح وفكرت نوقف فيه ووقفت فيه. واه بزاف عشان 42 هو الصحراء ماشي انت يا خلاص ريات وريليت نرتاح شويه ونزيد. بقات لي تقريبا شي عبد الله واحد السيد يلا نمشيو. بسم الله بسم الله ها تنتسنى باقي الا بغيت نتحرك نزيد تفرضتي نشوف تفرضتي. بسم الله بسم الله. وراه خويا راه الصعد راه طلعها 43 غادي وتطلع غادي توصل حتى شي 50 قرعة ميل لا عمر تغوية تولي سخونة. بسم الله ندخلها الله يرحم الوالدين. بسم الله واه الشمس الله يهنيكم. كنت مبرزتك واخا الى انت واحد السه ياك ما كنتش مبرزتك باش كنت جالس تما. لا واه واه انا عاودت هنا رجعت للطريق نعم سيدي. دابا تبردات الحال شويه لا 38 دابا 38 في الحراره. المهم باقي الصاد صراحه ولكن احسن من قبيله فهمتي. دابا حيت دوزت ديك الصاد من جد هذا جاني لا باس به قدرت نمشي فيه. دابا الطريق مسرحه ماشي مشكل خليا طنطان 70 اصاحبي. وما بغيتش نبات في هاد الطريقه هادي بغيت نوصل لطنطان عاد نريح ولا نفوتها. وشفت في جوجل لقيت غدا 46 الحراره المعلم يعني خصني نحاول نوصل لشي بلاصه مامنه نعس فيها باش غدا نفيق في الفجر نضرب الطريق. هذا هو البروغرام اللي باغي ندير لحد الساعه غدا نفيق مع ديك الفجر نضرب الطريق 10 10 ل 11 كاع 12 الا طولت تلقاني صافي وقفت نوقف ديك الساعه فشي بلاصه عاوتاني مامنه وزوينه مبرده نسين ديك الحراره تتمشي ونزيد شويه عاوتاني. هذا هو البروغرام اللي داير الله يصدق. دابا انا راه بديت من دابا انا دابا شاد الطريق ما تعرف شنو يخرج لك في الطريق نتمنى الخير. هذا ما كان عارف دابا نطلق انا وبي وانا في البلايا د العيون البارح البارح كنت في تمانيت في البلاصه فين وقفت وقفت ناخذ نشرب شي حاجه باش نرد شويه ديال الطاقه. بقيت ندوي مع واحد الدراري تما هما يقولوا لي شوف راه كاين اللي يقدر يوصلك. ودابا قضيه صعيبه اوفري كانت صاحبي 43 الحراره يلا بدات تهبط شويه وكان الريح من جد حابسني كان حابسني. والطريق راك عارفين طريق العيون كي دايره طريق طنطا
ويجي واحد الراجل تما وانا قلت على الله حتى واخا توصلني معاك شويه غير سال طنطان نمشي حيت تعاودوا لي تما الناس من هاد القضيه مو بصح داكشي. اي سيدي طلعت معاه بحال هكا تعرفنا اصدق غادي جيت العيون اصدق زي معاه حتى العيون تعشيت انا وياه في الطريق تعرفنا خديت النمره وصدق ويلا صاحبي صدق بحال الوالي صدقنا معاشرين دابا ولا بحال العائله ومره اخرى نمشي عندو لدارو فهمتي توقفت هاد العلاقه حتى توقفت ودابا شوف سبحان الله انا في بلايه العيون ضربت اكثر من 400 كيلومتر 400 تقريبا كيوان اللي الكامل حنا غاديين الكامل و تنشوف الطريق طريق والو 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 البحر شويه ديال البحر والحجر والرمله حجر والرمله حجر والرمله حجر ما كاين لا ديور لا والو قال لي راه بحال هكاك حتى للداخل الشباب واه الشباب اخوي راسكم شو ها بوحدي وسط الشنطة اللهم بارك وزيد في ذلك واحد الرموك فيت غادي شحال مع هاد الصورة ديال لوصافي الا بان رموك كامل ضربتني الشمس الدراري هادي جايك حزو علمي بغيت الدراري صراحة ندخل افريقيا ما كرهتش هابط هابط وما عرفتش الا كان يتلاح هذا الفيديو قبل ما ناخذ القرار ديال واش ندخل نهبط لتحت عندهم السنغال والمسائل الا تلاح هذا الفيديو قبل منا تنتمنى تفيدوني تلاح حتى المورا ما فكرت ورجعت لدارنا ولا مشيت بارطاجيو ديك الساعه تزيره في وسط الرمله بارطاجيو ديك الساعه ولا ديروا جيم شي حاجه اي ما الرملة الدراري كثير تتهبط شوية الطريق لكن ما نديرهاش ليا الدراري مش مصارح نطلع نضربو شي دويرة وقف ماشي تالي بري والحوت ما تالي زين اسيدي في الديكور عندك نزبل الله عشان عارف قرارات ديالي الله الله يخليها تصعفط تمشي رجلك غنحيد صندالة ونحطها هنا باش يديوها ليا ونمشي نمشيو فيها شوية راك عارفين الدراري مرزوكة عجبتني نسيا فيها انا هادي والله اي 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 اول مرة نمشي في الصحراء الله يجي اول مرة هادي راه هاد البحر هادي دابا حيت شي قريبه هنايا البحر تيجي بالبحر البحر شويه الحجر شي تاكل الحيوانات او سيرسي شي هو في طنوبيله وحده انا دابا الاخوان صاج بوجدور ماشي بوجدور اقليم بوجدور يلا وليت دابا نتحسب على اقليم بوجدور الا فت هاد اللعيبات هذه العيون وهنا بوجدور هذه العيون وهنا بوجدور وانا انا دابا دخلت الحيوان مساني بالرسمه دابا جيت خبزو وكان سخون الصباح سديتو الميكا وسديت عليهم باش عرق بقاو عرقان مزيان ما فصحوش ليا مع الشمس هذو خليا بقيت نتعشى بيها ونفطر بيها فيها شنطة كبير بوزدور في ثلاثة د الناس نمشيو فيه ثلاثة هنا وثلاثة هنا ثلاثة وعاد بلاصة هاي بلاصة البريكة على الموطا كاينه هادي واحد
كاينه هذه ها هي جوج وها هي ثلاثه وخاويه فيها والو ما يمكنش واحد الكاميرا هذا الشيء هذا الرومبورس اللي ندور مع صراحه الناس الوقاله ولا نزيد هذا الدور انا خصني شي بلاصه اللي نبات فيها بنتي صابو تراش نمشي نكري في الوطيل الوطيل تال الداخل على عييت ندوش المسائل نصب الحوايج عاوتاني نعاودو ازيرو هنا لا مايديس صافي انا خويا نطلبو الدور نروحو الستاسيون الاولى لا الثانية اف بي طرون لقيت واحد السيد هنا الله يعمرنا يختار دوك انا فين غنبات بوش دور ان شاء الله الصباح بكري نسقلو عاود شحال ما تنساوش تبارك